تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرئيس الحاج عرباتي كيسلم على الجمهور ديالو وكيقدروا يعني ان شاء الله عندنا مهرجان في مدينة تفراوت، مهرجان اناروس اللي يعني اللي كان يلا مهرجان عزام، اللي كان يلا مهرجان فولكين باهره باهره. نتشكر الجمهور تفراوت، نتشكر جميع الحضورين اللي غير حاضر، نتشكر سيدي السلطه تفراوت باهره. يعني جاي المهرجان عزام باهره، جاي المهرجان غير الوقر، جاي المهرجان فولكين مدينه تفراوت اثر تبدا نتكا الا يس وفولكين العز باهره. نتشكر المهرجان انا روز، نتشكر كل ما الا المدينه تفراوت اللي كله حاضر الفنانه دي عزام اللي حاضر استاذه سعيده شرف ولا سيد الفنان مقورنا حاتم عمور تي حضر بي. نتشكر بهره والسلام عليكم ورحمه الله. اناروز كلمه امازيغيه تعني الامل، لسبوار. اناروز يعني الامل. شباب المنطقه هزوا عاتقهم هذا الامل، قالوا خصنا ننجحوا هذا المهرجان خديجة بوجدير فاعلة جمعوية كذلك المشرفة على القافلة الطبية اللي مبرمجة في هذا المهرجان، مهرجان أناروز. احنا ان شاء الله غادي نحاولوا في القافلة الطبية نقربوا الخدمات الصحية اللي هي بعيدة على المنطقة ديال الأفلية غير الخدمات الصحية كلها ان شاء الله غادي نديروا، غادي نحاولوا تكون قافلة يعني متعددة التخصصات، وغادي نديروا فيها حتى ان شاء الله بعد يعني غادي نديروا لي بريليفمون ديال لي زاناليز ونشوفوا اول مرة في المنطقة نشوفوا الامراض اللي ما كتبانش مع لي كونسلطاسيون، سيتادير ملي تنديرو حنا لي كونسلطاسيون ما تيبانوش بزاف الامراض، وحنا ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد لونيتي ديال لي بريليفمون ديال 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 يعني لي زاناليز التحليلات الطبيه اللي ممكن كذلك نشوفوا اشنو يعني الامراض اللي ما تنقدروش نعرفوها غير في الكشف العادي سواء بليكوغرافي او بعد الماتيريال اخر. غادي نحاولوا نديروا هاد ان شاء الله هاد لي بريليفمون ونشوفوا الامراض اللي ممكن نلقاوها في هذه المنطقه هذه ان شاء الله. دكتوره كاين واحد السؤال اللي هو ان بزاف ديال الفعال، بزاف ديال الناس اللي تيشوشوا على التظاهرات اللي كديري ديال في المجال الصحي، كاين اللي تيقول ان انت كتسوقي راسك وكتوجدي راسك المنصب السياسي، واش هذا الشيء صحيح ولا؟ سي يونس هاد السؤال تنسمعوا لثاني مرة، لأن كنت ديجا في واحد لقاء صحفي في الإذاعة الجهوية ديال الدار البيضاء وكان تطرح عليا هاد السؤال. أنا تبارك الله على الناس اللي كيديروا السياسة، ولكن ماشي أنا، ما عمركم غتشوفوني في السياسة. أنا اللي كنديروا لله، تندير لأنني تنبغي بلادي وتنبغي العمل اللي تنقوم به وتنبغي نساعد ولاد بلادي لا غير، وما عمركم غتشوفوني في السياسه نهائيا. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.